وسط حالة الفوضى التي تعيشها سوريا منذ بدء الثورة السورية، انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات الخطف في مدن سورية عدة بهدف الضغط على الأهالي الثائرين أو بهدف انتزاع فدية من الميسورين أو لمجرد استخدام المدنيين دروعا بشرية. حمص واللاذقية وإدلب وغيرها من المدن الثائرة شهدت عدة حوادث خطف خصوصا لناشطين أو من أبناء الأثرياء، بالإضافة إلى خطف عدد كبير من الفتيات والنساء لتبدأ رحلة العذاب، فإما المساومة عليهن أو القتل. هلا أنت كنت تروحي بعمليات خطف البنات؟ إيه، أنا خطفنا 5 بنات، 3 من الخالدية وثنتين من باب السباق. طب قلتي لي في وحده من بينات المخطوفين حامل كمان. كانت حامل، كيف كانت عمليات الخطف؟ اول عمليه خطف كانت بالسوق. مجموعة مسلحة أو شبيحة أو عصابات استغلوا حالة الفوضى لجمع ثروة، كلها جماعات تعددت مصالحها لكن الهدف واحد، فمنهم من برر جرائم الخطف لتمويل عمليات مسلحة، ومنهم من ادعى الانتماء للجيش الحر لتشويه سمعته، والآخر اعتبره مصدر دخل خصوصا بعدما بات النظام عاجزا عن دفع رواتبهم. راما العس خطفت من داخل منزلها في دمشق في 27 من أغسطس الماضي من خلال خطة مدبرة، ليتصل الخاطفون بأسرتها لاحقا طالبين فدية دفعها أهلها أملا بعودتها السالمة، إلى أن راما لم يطلق سراحها حتى الآن ليبقى مصيرها مجهولا. ضحى عبد الغفار الشوا اسم ضحية أخرى خطفت من أمام منزلها في باب السباع في حمص في 18 من أغسطس الماضي، ولم يظهر لها أي أثر حتى الآن، والبحث جار عنها كغيرها من الفتيات المخطوفات. القتل أيضا وفي حالات كثيرة كان نتيجة عمليات الخطف، كما حدث في الرمل الجنوبي باللاذقية عندما أعيدت إحدى المخطوفات مقتولة إلى أهلها بعد 72 ساعة من اختطافها. وفي انتظار أي أمل يعيد المخطوفين والمخطوفات في سوريا إلى ذويهم، يبقى أكثر من 65 ألف شخص بحسب اتحاد التنسيقيات الثورة في عداد المفقودين. هلا قنديل، العربية.